إنشاء صندوق ناعم الحواف شامفر بوكس. إن خيارات هذا الصندوق وطريقة إنشائه مشابهة تماما لطريقة إنشاء الصندوق بوكس، إلا أنه بعد تحديد الارتفاع بالضغط بزر الفأرة يتم تحريك الفأرة إما إلى اليمين أو إلى اليسار لتحديد مقدار شطف الحواف أو نعومتها. أما خياراتها فهي على الشكل التالي: length وهو طول الصندوق، width عرضه، height ارتفاع الصندوق، fillet مقدار قيمة دمج الزوايا لهذا الصندوق، length segments عدد التقطيعات في الطول، width segments عدد التقطيعات في العرض، height segments عدد تقطيعات الارتفاع. أما fillet segments فهي زيادة التقطيعات عند الحواف وبالتالي زيادة النعومة لهذه الحواف.